السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله ان الوصفه ديال اليوم تلقاكم في صحه جيده بامان الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالتي كي تنصاوب كريمي كلام تشاودر سوب. صوبه بالخضار والحوت هذاك المحار، اي هوب قلت السميه ديالته هي هذيك الكلامز. سو ان شاء الله طريقه سهله بزاف وبنينه بزاف، اللي كيدير ريجيم ما طلقش ليه هاد لا سوب هادي. سو ان شاء الله هنايا كما قلت لكم شوربه غنيه بالخضار وكريمي وزوينه بزاف، بنينه 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 بنينه، تيحماقوا عليها الكبار قبل من الصغار. سو ان شاء الله دابا ما نطولش عليكم، غادي ندوزو ان شاء الله ونبداو هاد الشوربه هادي ديالتنا الرائعه باذن الله. دابا يلا هم معايا المطبخ نتوكلوا على الله. بسم الله. وان شاء الله اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نديرو شويه ديال الزيت. انا غادي نستعمل هنايا زيت الافوكادو، ممكن استعمال اي زيت نباتيه بغيتو. زيت فين غادي نشحروا الخضره ديالتنا. هنا عندي بصله صغيره اللي شلت رقيقه مزيان. هنا عندي الكرافس قطعتهم حتى هما رقاق صغار. هنا درت 4 كعوات ديال الكرافس، ما يعادل كوب. وهنا عندي 4 خيزوات كبار، ما يعادل 2 الاكواب ديال الخيزو. دابا ان شاء الله غادي نبقى بحال هكا الخضره ديالتي تشحر مزيان حتى تولي هذا رطبه، ونرجع معكم باذن الله باش نكملوا هذا التتمه ديال الفيديو ديالنا. هنا ان شاء الله الخضره ديالتي حسيت بها بانها دبلت شويه، بدات يدخلها الطياب. دابا ان شاء الله هنا غادي نزيدو 4 المعالق ديال الدقيق الابيض كبار، 4 معالق كبار. وعلى نار ناقصه هادئه نبداو نطيبو هذاك الدقيق حتى ينسجم مزيان مع هذا مع الخضر كلها. عاد ان شاء الله نرجع معكم باش نزيدو اضافه اخرى باذن الله. اوكي احبائي، هنا من بعد ما الدقيق ديالي تشرب مزيان وطاب، دابا ان شاء الله هنا عندي نص كيلو ديال المحار. انا شريتو هكا منقي ومقطع، وغادي نخليه بالماء ديالو، غادي نضيفه كله. المحار الا شريناه مصاب موجود مقطع ومنقي لينا، ما نرميوش الماء ديالو لان دوك الفيتامينات وداك الشيء اللي تيكون فيه كلهم تيكونوا في هذاك الماء. هنا ان شاء الله غادي نزيد واحد السيترو ديال الماء ديال الدجاج، انا عندي ها هو موجود كنديرو ديما في الدار. وهنا غادي نزيد معاهم واحد 3 الاوراق ديال داك ورق الغار لي غسلت. اوكي الشوربه ديالنا هنا غادي نزيدو الملحه. بغيت ندير هنا غير باش نذكر، الا درتو الماء ديال الدجاج شريتوه من برا راه تيكون فيه الملحه، دونك غادي تردوا البال الملحه. انا بما انني مصوبه في الدار، انا ملي كنصوبو في الدار ما تنديرش فيه الملحه نهائيا، سو تنزيدها في هذا في الطياب. سو هنا درت الملح، فلفل اسود، وهنا عندي معلقه صغيره ديال داك اليزير مجفف. وهنا ان شاء الله الا كانت موجوده انا غادي ندير وسترشاير صوص تتعطي حتى هي واحد البنه ديالها، الا ما كانتش موجوده بلا ما نديروه. انا غادي ندير الاوريجينال وان، يعني ما مزيد فيها حتى شي حاجه، غندير معلقه كبيره.
هنا الشربه ديالي ملي بدات كتطبخ. هنا ان شاء الله غادي نزيد تقريبا، هنا عندي 6 ديال البطاطات موين اللي قطعتهم على تقريبا الشكل متساوي، تقريبا نص كيلو البطاطا. الا كانت عندنا اليوكان ولا الراسيت بوتيتو تيكونوا احسن، الا ما كانش نديروا غير البطاطا البيضاء العاديه. انا هنايا غنستعمل الجولد يوكان بوتيتوز. سو ان شاء الله البطاطا ديالتي غادي نستعمل جوج الاكواب الحليب. الكوب اللي كنخدم به كيف ديما هذا كيعادل 250 مليلتر. جوج الاكواب يعني غادي نديرو تقريبا سيترو الحليب. هالكوب الاول وهالكوب الثاني، ولهذا الحليب ديالنا ان شاء الله غادي نزيدو الكريمه السائله. غادي نزيد كوب دابا ان شاء الله غادي ندير النار ديالي متوسطه، وغادي هذا غادي نسد على هاد الطنجره ديالي ونخليها طيب لمده تقريبا 20 دقيقه حتى البطاطا ديالتي طيب. خيزو الكرافس غادي يكونوا طابو دابا لان شحرناهم مع البصله. هنا الصوبه ديالتنا كاع هاد الليكيد اللي درنا فيها، هاد السوائل اللي درنا فيها، وتقدر تزيد تقصح لينا ملي كتبرد كتتقال وتجي كريمي وتجي زوينه. اللي ما بغاهاش كريمي بزاف يقدر يزيد ديما الحليب ولا الماء ديال الدجاج. دابا ان شاء الله انا غادي نقص على لا سوب ديالي ونخليها لمده 20 دقيقه، وفي هذا الوقت اللي هي كطيب غندوزو دابا نوجدو باش غادي نديرو التزيين ديالنا لا سوب ديالتنا. اوكي اعزائي، هنا درت واحد المقله. هنا غادي ناخذ هنا التزيين، غادي ندير شرائح ديال لاداند، غادي نديرهم هنايا بغيت باش يجيو قاصحين. هاد الخطوه هادي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، غير هي انا صورتها لكم كي تتكون في المطاعم تجي بحال هكا زوينه، ومع الاسف حنا في المطاعم ما تنقدروش ناكلوهم لان الشرائح اللي كيديروا همايا ديال البيك صاول البيك حرام، سو ما تنقدروش هذا ناكلوها، داكشي علاش انا كنصاوبها لولادي بزاف كتعجبهم. ان شاء الله دابا نطيب هادو، غادي نبقى نقلبهم حتى ان شاء الله يتحمروا من جوج جهات، تحمروا مزيان بغيتهم يجيو قاصحين. وغادي نديرهم ان شاء الله في هنايا في هاد القاعد ديال المطبخ باش نقص منهم شويه هذيك الزيت ونرجع معكم باذن الله. ان شاء الله اللحم ديالي ها هو وجد. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نقطعو طريفات صغار. اوكي هنا اعزائي غادي ندوزو غناخد هاد الشرائح ديال بيبي اللي طيبنا وغادي نقطعهم على طريفات صغار، غنقسمهم هكا على زوج. أو ان شاء الله بغيناهم يكونوا على هذا الشكل هذا باش نديروهم التزيين ديالنا فوق الشوربه ديالتنا. هكا احبائي الشوربه ديالتنا كتكون وجدات كي تشوفوا معايا. هكا احبائي غادي نقدموا الشوربه ديالنا. كي تشوفوا معايا الشربة ديالتنا غنية
فيها الخضار، ودرنا فيها نص كيلو ديال الحوت داك المحار، وهكا احبائي كتكون الوصفه ديالتنا ديال اليوم كملات. اخر حاجه كنديروها هو هذاك دوك الشرائح ديال اللحم اللي طيبنا ديال التركي، غنديروهم الفوق للتزيين. هاد العمليه هذه اللي بغا، ولكن تعطيو واحد الطعم خيالي تهما الشوربه. هي اصلا الشوربه بنينه بلا حتى شي حاجه، ولكن هذا شرائح اللحم تعطيو تهما واحد الذوق كذلك خياليه. اوكي هكا احبائي، هكا انا كنقدم الشوربه ديالتنا للوليدات ديالي، وكندير كنحط لهم كل واحد كنحط له الشباكيه ديالته التمر والشوربه اللي غادي نديرو فداك النهار. اليوم ان شاء الله درنا نيو انجلاند كلام تشاودر، سو ان شاء الله كنتمنى ان الوصفه اليوم تكون عجبتكم، والا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك بسبسكرايب، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.